أولاً قبل أن أتحدث عن ربما تجربة آفاق تكوين بالمعهد، لابد من أنني يعني اسمحوا لي أن أتحدث عن ثلاثة مبادئ أساسية نعتبرها مؤثرة لعملنا في المعهد العالي للإعلام والاتصال. أولاً، مجال التكوين الإعلامي ببلادنا ليست مسألة حصرية للمعهد العالي للإعلام والاتصال، ولا يجب أن تكون كذلك. ثانياً، في مؤسساتنا الإعلامية، مؤسسات التكوين الجامعي وكذلك التكوين المهني ببلادنا، لا نكون فقط صحفيين، وإنما كذلك مهنيين في مجال التواصل. وأنتم تعرفون على أن المجالين معا أحيانا يتقاطعان ويتضاربان في مجال التواصل، لأن منطق العمل الإعلامي الصحفي ومنطق العمل التواصلي أحيانا تتضارب، وفي كثير من المواضيع هي من هو منطق مختلف تماما، وهذه صعوبة. النقطة الثالثة هو أنه لنا الشرف في المعهد العالي للإعلام والاتصال أن يتم وصفنا بأننا المؤسسة المرجع. مرحبا، هذا شرف وهذا تاج فوق الاسم، لكن أقول بأنه يجب أن نستحق هذه التسمية أو لا هذا الوصف باعتبار رئيس هذه المؤسسة، ولكن كذلك بالنسبة لفريق البيداغوجي والإداري، وحتى بالنسبة لطلبتنا ولخريجين. معنى هذا الأمر أنه إذا كنا نشتغل في مجال المعهد العالي في حضيرة المعهد العالي للإعلام والاتصال، فهذا لا يعني على أننا اكتسبنا كل شيء وأننا نستحق كل شيء، ويجب أن تكون لدينا يعني الأولوية في كل شيء وأي شيء. إذن هذا مجال لا بد، وهذه نقط لا بد من التأكيد عليها حتى نحدد على الأقل المساحة التي نتحرك فيها. وعليه لابد من التأكيد على أن بالرغم من هذه يعني الرؤية التي يجب أن نضع أنفسنا فيها بكل تواضع، لكن هذا التواضع لا يعني بأننا يجب أن نبقى مكسوفي الأيدي أو لا نتحرك. نعرف على أننا نؤدي عمل جيد على مستويات عدة، لا أتحدث عن نفسي وإنما أتحدث عن فريق متكامل، أتحدث عن منظومة متكاملة، أتحدث عن رؤية. الآن استطعنا بالرغم من كل العقبات، بالرغم من كل المشاكل، بالرغم من كل الصعوبات التي يعني تعترضنا يوميا، بالنظر إلى وضعنا الإداري والقانوني كسيجما، يعني كسيرفيس ديتا جيري دو مانيير اوتونوم. كتعرفوا إلا بغيت نشري غير قرعة الماء في المعهد خاصني واحد الإجراء. من بين الصعوبات الكبيرة جدا التي تعترضنا ليس فقط الصعوبة في تصور المناهج ووضع البرامج وإيجاد الأطر الكفأة التي أصبحت نادرة جدا في المجال، ولكن حتى على التدبير الإداري والمالي اليومي. إذن هذا الأمر، لكن علينا أن نجد نحن الحلول. إذا لم نكن بإمكاننا إيجاد الحلول فنحن لا نصلح لا الإدارة ولا للتدبير. فإذا نحن هنا لكي نجد الحلول، والحلول هي
كما يلي. اولا انا اشكر كثيرا سي طاهري لانه عشنا معاه هذه السنه كلها ابتداء من 2019 الى اليوم، عمل لوضع اطار وتنظيم قانوني جديد للمعهد. اخرجنا لحد الان 4 نصوص قانونيه اللي في الحقيقه احنا ربما غادي نكونوا وصلنا لواحد الدرجه من النضج على المستوى القانوني اللي غير مسبوق. اليوم بالمعهد العالي للاعلام والاتصال عندنا نظام اللي ما كانش من قبل. تقول لي واه كيف المؤسسه ما كانش عندها نظام؟ لا، عندنا استاتيو، ولكن تصورنا ما كانش عندنا نظام داخلي مثلا. ما كانش عندنا مثلا نظام يحدد مثلا هياكل تعليم البحث، غير موجود. اليوم المشكل الاساسي الذي نتحدث عنه واللي كان هو مثار نقاش اول لقاء قمت به لما تم تعييني كمدير المعهد العالي للعلوم والاتصال سنه 1919 في ماي 1919. اول لقاء قمت به هو مع المجلس الوطني للصحافه، مع النقابه، ومع الفيدرالية. لم تكن الجمعية آنذاك قد تأسست، ولكن على أي حال هاد الناس سي عبد الله البقالي، سي ديلامي، سي يونس مجاهد، السي مفتاح نور الدين، يعني ناقشنا. أول لقاء كان هو هذا. كان المشكل القائم هو مشكل اعتماد هؤلاء الصحفيين الذين كانوا. فقلت أنا أحل هذا المشكل في المعهد العالي للإعلام والاتصال. كيف؟ قالوا لا، ننظموا نديروا نظام للتكوين المستمر معتمد، ياك هذا عرفنا. فكان المشكل اللي لقيناه شنو هو؟ راني رجعت لوائح المعاهد لقينا مشكل قانوني، بمعنى انه لا شيء يعني في لو ستاتيو عندنا مثلا مرسوم المعاهد، عندنا يقوم المعهد بالتكوين الاساسي والمستمر بحث علمي الى غير ذلك، ولكن على المستوى الاجرائي يجب اطار تنظيمي، يجب ان يكون هذا التكوين المستمر مضمن في القانون في النظام الداخلي للمعهد. فما كانش. فكانت اول معركه قانونيه هي هذه. الان عندنا هذه، استطعنا وفوقاش. هذه تقريبا شهرين، تصوروا معايا عمل اللي قمنا به على مدى سنتين ونصف، وكان جهد كبير. وانا اشكر فريقي اللي هو موجود نصفه موجود هنا معنا اللي قام بهذا العمل الدؤوب. ثم استطعنا من خلال ذلك ان اليوم عندنا هذا النظام الان. لكن كانت معركة أخرى. هو طيب، احنا سوف نقوم بهذا التكوين لكي نحل مشكل مجتمعي، نمكن الصحفيين من أنهم ياخذوا دبلوم وياخذوا كذلك بطاقة ويكونوا قانونيين. شنو المشكل؟ هو مشكل ديال التعويضات المكونين الأساتذة، لأن في نظام المعهد كسيدنا ما يمكنش أنه يخلص الأساتذة وأنه يخلص المكونين. فكان عتني معركة جديدة فتحناها هو يعني وضع مرسوم لإحداث أجراء عن هذا. كنشكر السيد الوزير لأنه كنت متعاون دائما، وأنه منذ أنا سعيد كنت كنوري هذا الشيء هذا لأصدقائي، أن هذه أسبوع فقط تم توقيع على هذا المشروع ما بين السيد الوزير محمد بن سعيد و يعني مشرف القطاع و السيد كاتب الدولة فوزي القشح. أننا سعيد بأن حققنا هذا الأمر هذا، واللي استطعنا من خلاله ما كاين معارك أخرى حتى يستكمل هذا الصح. هذا في مجال التكوين المستمر اللي طالبت أكثر من مرة على أنه نخلقوا مركز للتكوين المستمر داخل المعهد، ولكن هذه معركة ثالثة. لكن خليني نرجع للتكوين. وأنا كنسمع الأستاذ الطاهري بالفعل كاين هذا، وحنا الآن في معركة أخرى ثالثة واللي هي المعركة البيداغوجية، لأن حنا في قلب، وحنا كذلك قدمنا منذ يعني في 29 آخر اجتماع مجلس المؤسسة بالمعهد قدمنا النسخة الجديدة للعرض البيداغوجي ديال 2023-2024، واللي في الحقيقة يعني فيها توجه عميق جدا، يعني فيها تحول جذري في التكوين. اتحدث عن بعض تفاصيله اذا كان الوقت، ولكن سمحوا لي نقول هذا الامر، انه اليوم احنا في خضم تحول
وإصلاح بيداغوجي شامل بالمغرب، ويجب أن نتلائم معها. فبعد أن وضعنا وصدقنا في النسخة الأولى على مجلس في مجلس مؤسسة على هذا التحول الجديد واللي مبني عليه على سنتين من المشاورات واللقاءات ودورات والاجتماعات وكذلك من الندوات على المستوى الوطني والدولي اللي قمنا بها مثلا في المعهد العالي للعلوم والاتصال وخارج المعهد العالي للعلوم والاتصال، وحنا كنعيشوا مرحله جديده وانا سعيد جدا بوجودي هنا، على انه اليوم عندنا تصور، عندنا فكره، عندنا وضوح في الرؤيه الان. ومجال التكوين الاعلامي هو مجال يعني هش، لماذا؟ لان المهنه تتطور بسرعه ويجب ان نتابعها كذلك بسرعه. فبقدر ما ان عندنا تصور ولكن عندنا كذلك إكراهات مؤسساتية يجب أن نتلائم مع التصور الجديد للحكومة، واللي هو اليوم كيقترح علينا تصور بيداغوجي عوض 5 ديال الموديول 7 ديال الموديول. ألوغ اللي كيعرفوا في التخطيط البيداغوجي هنا يعرفوا يصرعوه ويحسوا بها. اليوم الآن نشتغل ب 7 ديال الموديول. هاد 7 ديال الموديول يعني خص يجب ترتيب التعليم على أساس الملائمة المؤسساتية، وهذا يفسر بأنه في المغرب عشنا هذا تجربة التكوين اللي كانت دائما مرتبطة أو تتطور في واحد الإطار جامعي. يعني احنا اشتغلنا دائما في dans une tradition universitaire purement universitaire، لم نستطع أن نخرج منها. اليوم احنا كنشتغلوا في مجال اللي تقني محض اللي هو الصحافة والتواصل بالفعل، فيه تصور، وهذا كذلك كيتعارض يعني كيرتطم ان اردتم بفكره قويه اللي كنا تنبهنا لها هذه سنوات واللي كنحاولوا الان اننا نتوافقوا معها. السؤال اليوم شنو هو؟ كيس كون دو فورمي؟ ان تكنيسيان دو لانفورماسيون ولا ان جورناليست بروفونديمون انتيليكتويل؟ قولوا لي شنو؟ اليوم بغينا واحد اللي كيعرف مثلا لانفورماسيون انه يبنيها فواحد السياق او فواحد المسلسل تقني معهد، او بغينا صحفي خاطر او صحفيه خاطر اللي يمكن انها تنصها في مجال يعني في التصور المجتمعي الان، في المشروع المجتمعي، المشروع التنموي، في الان يفهم التطورات الجيوستراتيجيه اليوم والاكراهات اللي المغرب والدوله المغربيه متعرضه لها الى غير ذلك. كيف هذا خيار؟ اليوم الطلبة كيجيو مستواهم التقني والتكنولوجي أكبر من أسيدتهم، ما كنلقاوش أساتذة اللي مثلا عندهم واحد المستوى معين في التكوين التقني والتكنولوجي حاصلين على الدكتور. علاش؟ هذا مجال الهندسة ومجال الهندسة الإنجينيوري كيمشيو لمكان آخر، ما يجيش يقريه تعطيه 13 درهم و500. نعم، ثم انه ما غاديش يجي يقرك يقري عندك ونظام وانا كنتكلم تحت السلطه الاداريه ديال السي الطاهري، ما غاديش يجي عندك استاذ يقطع اليوم واللي هما الاساس. عندنا مثلا في المعهد العالي للاتصال عندنا 12 استاذ بما فيهم المديرين، الوغ كو كنا قبل اكثر من 31 32 استاذ يكسب الغرور، بمعنى انه في واحد الظرف ولينا تقسمنا. اليوم من يحمل المؤسسات التكوين الاعلامي؟ هم لي باكاتير الاساتذه المساعدين اللي اليوم حاطينهم فوق راسنا، لكن واش غادي تخلصوا ب 50 درهم؟ واش غتخلصوا ب 120 درهم؟ هذا مشكل عويص جدا مطروح علينا، لان القانون كيفرض علينا واحد النظام ديال لي فاكاسيون ديال التعويضات اللي ما كيتلائمش مع الشيء اللي كيقدمه هذا الاستاذ. كيقول لك استاذ لا غنتعاون معكم انايا المؤسسه عندي عزيزه وفي قلبي. لا سيدي، هذه المؤسسه ديال الدوله وخاصك تخلص. دابا غادي خصنا نحيدوا 30% من هذا 38. كيقول لك استاذ الوغ سمحوا لي دابا خليوا هذه الاكراهات، خليوا هذا، لان خصنا نحلوها حنايا، خصنا نحلوها هنايا. تكلم السيد الوزير على الدكتوره وقلنا الدكتوره ماشي غير سوني با اونيكمون هاد لو في دانونس اللي كان اللي عجبنا، لا، ولكن هو استثمار فين؟ في التكوين ديال اطر
جديدة وجيل جديد من الأساتذة اللي ممكن أنهم يكونوا يدعموا الجامعات والمؤسسات الخاصة وكذلك مؤسسات عمومية أخرى متخصصة. الشيء اللي كيجعل أنك يطرح علينا هذا المشكل ديال أننا شنو درنا الحلول اللي درنا هو التشبيك. حنا طلقنا شبكة شبكات ديال أعطيني دقيقة نتكلم عليها أنا والتشبيك. ما تكلمتكمش على شنو هو العرض الجديد ولكن غادي مناسبة أننا نتكلموا عليه لأنه عرض ربما أنه كي ما نقولش عليه توري ما بين مزدوجتين لا ولكن ربما أنه مشينا فيه بواحد درجة كبيرة من الجرأة. لكن هذا التشبيك اللي قمنا به شنو هو أنه اتفقنا احنا تقريبا واحد 9 أو 10 ديال المؤسسات تكوين إعلامي في قطاع عام وخاص بالجامعات وكذلك المدارس الخصوصية على أنه نشأوا أو نخلقوا شبكة مغربية لمؤسسات تكوين الإعلامي والتواصل ببلادنا. شنو هو علاش؟ أنا مرجع وخصني قلت لكم خصني نستحق هذا المرجع. إذا كان وضع يدي فين يدين هذا؟ أنا ما كنتنافسش كمؤسسة. أنا وضع يدي ما بين في يد المؤسسات كل لأن أمامنا شنو؟ أمامنا الأمية الإعلامية، أمامنا الفيك نيوز، أمامنا الناس كتجي وهذا، أمامنا مؤسسات اللي ما كتلقاش عندها هي مؤسسات ديال التكوين الإعلامي ولكن ما عندها لا برامج لا تصور. لا أسيدي أنا كنوضع راب إشارتك في إطار الشبكة البرامج والتصور حتى ممكن أنه ممكن نكونوا الأساتذة ونوضع راب إشارتك. غتقولوا لي أنت لقيتيهم أنت؟ إيه ولكن كلنا ممكن أننا نتعاونوا. ممكن أنني نلقى عندك شنو يمكن أنه يعوضني هذا العمل وهذا اللي كنت ننتظر منه منا بلادنا وكنتمنى التوفيق للجميع.